السلام عليكم ورحمة الله. انا الحقيقة ما اقصدش حاجة يعني، بس اقصد ان احنا نشوف مع بعض ونلطم على خيبتنا التقيلة. انا دلوقتي هدخل مكان حمام عام، دورة مية عامة، WC اهو. الموضوع ده فين؟ في الشارع. بصوا يا شباب، اولا حدائق جميلة غناء، سلم متحرك صعودا ونزولا. هننزل نشوف كده شكل الحمام ايه، ومن فضلكم خدوا بالكم من الرخام وشغل الرخام والمواضيع الجامدة اللي ممكن تبقى موجودة في خمس نجوم. واضح حضراتكم؟ ده حمام عام. طبعا اللي مش قادر ينزل على السلم المتحرك عنده اسانسير زي الفل اهو، خمس نجوم برضه. بص يا سيدي، بص يا سيدي، ده مكان كده عشان ايه حضرتك تقعد تستنى تنتظر لو في واحد دخل وانت منتظره بره ولا حاجه. وشوف حضرتك كده، هنا بقى لو عايز تغسل ايديك ولا تعمل المنظر يعني مع نفسك، اتفضل اغسل ايديك اهو. وبعد حضرتك تغسل ايديك طبعا لازم تبقى في صابون، صابون وحنفيه، وموجوده هنا ال وموجود اللي هو ايه المناديل، المناديل الورقيه. الراجل الطيب هو الكبير ده الجميل ده بيروق نفسه بيغسل وشه ومش عارف ايه كويس. هنا لو حضرتك عايز تتوضا ادي مكان الوضوء برضه نضيف زي الفل، حاجه كده ايه خمس نجوم. حنفيات اهو، لو حضرتك تشوف كده حنفيات تحس انها حنفيات اثريه. لو حضرتك عايز تعلق الجاكيت بتاعك الجميل على الجاكيت اهو زي الفل، محدش هيقول لك لا. تدخل تاني شويه كده بقى وتشوف ادي الحمامات نفسها، ادي الجانب من جانب من جوانب الحمامات اهو. حضرتك ايه حدث ولا حرج، حمام زي الفل من جوه الحمام اهو، زي اللي موجود عند حضرتك في البيت بالظبط. بص حضرتك، بص حضرتك، حمام خمس نجوم. يعني حضرتك عايز هنا تدخل حمام زي كده ماشي، في الاتجاه التاني بلدي لو حضرتك ما بتحبش تقعد على الحمامات اللي هي بالقعدة موجودة. الكلام ده كله زي ما حضرتك شايف كده مجانا بدون مقابل مادي. ادي الجنب التاني اهو من الحمام اهو. الناس اللي بيعملوا الموضوع ده هم واقفين، ما اعرفش طبعا شرعية التبول وقوفا، لكن اهو. يبقى حضرتك ارجوك يعني وانت بتشوف معايا المنظر الجميل ده حاول تلطم على خدودك. كام بقى الفلوس اللي بتدفع لما تدخل الحمام ده؟ أجرة سيس، مفيش أجرة، بدون أجرة. هنشوف كده حضرتك، نطلع عشان نشوف الأجرة. يمكن أكون أنا دخلت وطلعت من غير ما أبقى واخد بالي. الحمام ده مثلا اللي موجود في تركيا عايز يعرف مكانه في اسطنبول، موجود عند مسجد السلطان محمد الفاتح رحمه الله. ادي ايها السادة اهو اهو، مكتوب ايه بقى حضرتك؟ BWC يعني رجل، وبعدين تواليت كلانيم كلانيمي اجرات سيس دير، يعني بدون اجرة. شفت بقى المصيبة السوداء اللي احنا فيها؟ الحمام ده مش معمول عشان الاطراف، ده معمول عشان اي بشر اي حد. فأنا حبيت بس حضرتك تشوف معايا اللي كنت بتتفرج على كم ماتش من الأيام اللي فاتت دي، المباريات بتاعت المنتخب القومي العظيم يعني الوطنية العظيمة، وتلطم على خدودك ياللي زعلت عشان المنتخب الوطني اتهزم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.